الفرشة المائية كلها مضغوطة الآن، هي كتحاول تتسرب من أي جهة أي شق أي باش تخرج للسطح، لأن الضغط كبير عليها. وتستمر هذا الينابيع لفترة طويلة لأن الضغط مهم. إذن هذه الأمور مذكورة أيضا في الوثائق العلمية. زلازل في مناطق أخرى أظهرت عيون ما كانتش معروفة، ما مستوى المياه في الآبار غادي يتغير، غادي يطلع الماء في كثير من الآبار، يسهل عملية الاستخراج. هذه كلها مذكورة في الوثائق وملاحظات اللي جيبوها الباحثين والعلماء. النشاط مستمر ولكن يخف يوميا. احنا كنشاهدوا العدد ديال الهزات الصغيرة كتنقص يوميا، يمكن أسابيع قليلة وترجع لحالة الوضعية اللي كانت في السابق. يعني نشاط ضعيف، الناس خصهم شوية يصبروا على هذه الفترة. العالم المغربي يصنف دائما ضمن الدول المتوسطة النشاط الزلزالي، ما هي مستوى اليابان وشيلي وكاليفورنيا ونيوزيلندا، لكن تبقى في المنطقة المتوسطية حتى نسبيا متوسطة، لأن هناك بلدان تعرف نشاط أكثر، شاهدتو تركيا إيطاليا، هذه الدول عندها واحد مستوى نشاط زلزالي أعلى شي شوية. لكن بالنسبة للمغرب دائما المناطق المعروفة اللي ضربها الزلزال، الحسيمة الشمال الناظور دريوش الآن، وحتى في عرض البحر في الشمال أكادير وقع فيها الزلزال ومن بعد غاب بمدة. دائما كتعطي نسبيا مستوى الخطر، لا ماشي كليا، لأن بعض المرات كيظهر بحال هذه المرة ظهر في هذه المنطقة بهذا الشكل ما كناش نتوقعه، غير متوقع. إذن الدراسات لازم تبقى، اجتهاد ضروري، إعادة النظر في الدراسات القديمة وفي البحوث والمنشورات العلمية ضروري، ودائما تقدم في مجال البحث العلمي ضروري في هذه المسألة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.